الأغاني أغنية نصنفها من الأغاني المغربية ومشكورين عليها، يعني اللون الجديد لا من سعد المجراد ولا كاع الإخوان اللي تبعوا اللون هذا الغفولي، يعني حاتم إدار، حاتم عمور، الصراحة هما راه واحد العدد. شنو نقول لك، أنا تنوجه لهم دائما تحية لأنهم هما بمجهود ديالهم اللي داروه ومشكورين، كما كذلك الكتاب كلمات الملحنين مشكورين عليه، على أساس أنهم حاولوا بهذا الستيل اللي خرجوا به وصلوا الكلام ديال الدارجة، وهذا هو اللي مهم عندنا حنا، وصلوه للشرق هذا هو اللي مهم عندنا، ولاو الشرقيين تيبدلوا واحد المجهود، تيبداو يسول على الكلمة مثلا هذه اش كتعني وهذه اش كتعني، حنا هذا هو اللي مهم عندنا أن الدارجة ديالنا توصل، حيت حنا كندويو هكا حنا وحنا غنانا غادي يكون هذا هو اللي كنقولوا حنا الشعبي. ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.